فهمت؟ فهمك يا بدي. قولوا يا الله. يلا مشينا. انت جابك هنا كتب الحجرة السرية. يا ليه ما نجيب لهم حديقة العاب؟ يلعبون فيها يا اخي ما شاء الله عليك. صفقت. حطيطات، زحلاقات. تسوي يوم مفتوح. ما اللي قد ما اللي منكم بصدق قد مر على الكفارة هي مربطها بعضها. يدري على اصل قصد. انا اربط. ولا بالهنجر. لا لا لا. عقب موقف. لا. كفارة تربطها ومتدرب فيها. انا عندي طلحة. عندي. ياخذ نسبه ولا ما ياخذ؟ اسمع اسمع انا عندي طلحه شجره ورا مزرعتي كذا حاطين فيها حبل وحاطين فيها كفر زين اجيك عصير ضايق احط اجلس عليها كذا ولوح واغني شوف لا بدي انت كم اخوانك 9 يا فارس لا 105 من غير الصغار سلامات يا ولد اخواني يا طويل العمر ثلاثه وانت ربع لا واحد اثنين ثلاثة ايه انا ربعهم نلعب بلوت اخوان ما اعرفهم طيب فيه اكيد واحد منهم قريب لك الى بعد اخويا الكبير اكبرهم اللي يقول شالح ذيب اللي يقول اخوي ذيب شالح اخوي الصغير وغادي ينكنه عبد اللي اخوي الكبير وغادي ينكنه عبد اللي ايه هذه نعم فيكم جميع لكن فارس انا بسألك سؤال سم قدام الجمهور تصرح والله على حسب تصريح خليك من البرنامج في تصريح برا تحب تصرح باشياء الخاصه في اشياء طيب بسالك سؤال عاد انت تفضل امس انت طلعت صرافه لا 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 اتركها هذه نعم نعم يعني اليوم ما حدري نعم ما تصح هذه كانت برا البث نعم نعم اي صح كانت برا البث اسال الله ان الله يزيد في الله ان شاء الله يوفقك ولقد يزيد في مطلق ها والله انك تعطيني والله انا يا مجارير يا رب اسمع العود ولا يا مجارير انا بتكلم مع اخ منشد يعني انت خارج غردي نطاق معك بعدين انت خوي للشمال خلاص كم مسافتك مع خويك بدون ما خلاص يا اخوي خويك الشمال بدون دبات اسمع اسمع الحين انا بتكلم منكم بصراحه يمكن في ناس بينزعجون ولا الحين الشيلات اللي مغنيها انا من ضمنكم بعد غنوها قبلنا ناس في البرامج الاولى النسخ اللي قبلها نفسها يا جميله قام اربعه من اربع قواي والثانيه طال عمرك وش هي بعد ودي اكسر عظم سعد ما في احد يتجدد بشيء ليش ما تجددون؟ ليه ما تجددون؟ العتب عليك انت سعد انت انسان منشد يعني ليش ما تاخذ من الحان محمد عبده وتطورها؟ صح مثلا الحين الا يا الهبوب البارده وش لحنها؟ الا يا الهبوب البارده طيب اللحن هذا مستهلك؟ لا ما هو مستهلك الا مستهلك الا يا الهبوب البارده عجليها هي اغنيه هي طيب يعني ممكن بس استهلكوه الشباب انا غيرت شوي ايوه كفو ليش؟ من اللي غير لان احس انها ويش طالعه من ضمير اللحن الله لا ويعطي الابيات حقها لانها قصيده قويه شوي جزمه من هي طيب؟ ها؟ من هي الهبوب حقت ابن جدلان غيرت انا قلت الا يا الهبوب حق الضيقه تطلع الضيقه كذا الا يا الهبوب البارده عجل يهبي على جاش من قامت هواجي سهت لوباه انا مرتين اصحى ومره يغيب بي ها مثل هذا اللحن شفت كيف؟ شوف بعلمك حاجه من ناحيه اللحون انا اللي جيت اسجل في خاصه في الشيله في الاستوديو هو طلب اي صح اي شاعر صاحب طلب له حقه ان يطلب اللحن اي لحن حزين اي مكس كذا حتى في كذا اشياء قد نزلتها في شباب يقول هذا لحن قد شله المنشد الفلاني صح قلت والله العظيم ما لي نيه اشله بس صاحب الطلب يبغى على شل اللحن ده صحيح. وبنى بيته وبحر القصيده على نفس اللحن هو اللي بيطلب ده لكن اللي ابدع فيه اللحن اللي على طول اسهل مد من الخاطر
خلاص ما عاد بهلهم خلصوا هلا. لا لا فيه والله فيه 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 والله فيه الحان. بقول لك حاجه، هذه قصيده. وين هي؟ دقيقه انقلبت لساعه لين لقيت لها لحن. سمعت؟ دورت لها لحن وساعدت انا فيها انا وباسم. سمعت؟ عجز البعاد بخير وانا كنت احسب البعد للعاشق الخيرة. ما كنت اتضايق ضيقت اللي غدا له طير بجو خلا موحش ولا حولهم ديرة. يلوح على الحروة بعد ضاق منها عصير نت الموت راه قبل الغياب وكسر قيرة. على اللي تعب تنسى غلاه وتعب تسير على جرته من يوم قفت مظاهيره. طعني بسيف الهجر والبعد والتقصير مع ان الخليج باكمل قريه صغيره. يقولون خيره واعتبر كل شيء يصير وانا اقول ما هي كل خيره تجي خيره وانا اقول ما هي كل خيره تجي خيره. الله اكبر. الله ما شاء الله تبارك الله. ابدع دائما اللحون الهادئه سلطان المري هي اللي تعطيك الحنجره. في ناس ما يعرف يجيب صوتها الا يلعب الصوت. انا ودي متابع اللي قبل انا ما اعرف هم اللي يقول جاهل القرار البارحه السيارة بقدر ارد عليه اناقشه. ما اسمح لك مجال اصلا تناقشه. اسالك اول شيء برر بعدين اجيك. ما خلوك مجال تكون حتى من قبل افضل ترى افضل عاد. نبي نجيب دقيقه. ما عاد وينك؟ طيب. يلا انا ضيع الغوري هلا ما جبت غوري حق القهوه. تبغى غوريك لازم؟ لا لا خلاص. عندك قهوه؟ هذه حاره بس احنا نبي نصلحها بالقضاء. زين هذا حل على ابو مبارك. عادي جديد هات. هات. هذا حار بغيت اصب انا قلت يا ولد مين ضابطه. ايش بعض الناس يكذب عليك عينها. انا والله اني طالب قهوه 2 الا ربع قال هاي 2 هاي رقم 2 قلت هاي 1.5 ولا هذه 2 هي. انا مستعد لما يا ابني عند المحل دق علي محمد عيسى قلت والله لو اني ما مستعد ماخذ قهوه بيضاء ترى معي قهوه زينه.